بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة شائكة جدا. التعدد كتير جدا بشوف ناس بتعرض عن إن هي تتكلم في الموضوع ده، أو اللي بيتكلم فيه بيتكلم فيه من جزء، يعني هي كذا جهة، طبعا هو بياخد جنب واحد بس، محور واحد فقط يتكلموا فيه، موضوع الشرع. تمام، أنا كمسلمة مؤمنة بالله عز وجل ربه وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسوله وبالإسلام دينا، أنا كمؤمنة مسلمة أنا مؤمنة وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة. تمام، أنت ليك هذا الأمر ولك وما لكش أنك تسبب، يعني الزوج ملوش، خلي بالكم ملوش أنه يسبب هو اتجوز ليه أو عايز يتجوز ليه. لكن في حالات هل الأمر مطلق؟ يعني أمر التعدد ده أمر مطلق؟ هو أمر مباح والله سبحانه وتعالى أباحه. الله يقول لك طب حاجة مباحة أنا ما استفدش بيها ليه؟ في حالات، وأنا كان ليا حلقات على اليوتيوب تابعوها باسم هالة سمير على الموضوع ده، هل في حالات التعدد فيها واجب؟ وأنا أقولها واجب. وفي حالات التعدد فيها مكروه ما ينفعش، وفي حالات أصلا لا يجوز فيها التعدد. وإحنا شرحنا الكلام ده وقلنا مش هنعيد الكلام، لكن خلينا ناخد الكلام بزاوية تانية. قرر زوجك وجي قال لك انا هعدد، طيب عايزه منك حاجه وعايزه منه حاجه. اللي انا عايزاه منك مش معنى انه قال لك ان انا هتزوج زوجه تانية ان انت زوجه منقوصه او معيوبه وتبتدي ثقتك في نفسك تقل وتتهزي. لا، رقم اتنين، لما يقول لك الامر ده قول له يا زوجي انا مؤمنة بأمر ربنا والأمر جوايا راسخ على الإيمان وعقيدة. تمام، لكن هل أنا قصرت بشيء؟ هيقول لك مش شرط تكوني قصرتي، والله أنت زوجة زي الفل، بس كده زي ما ربنا كرمني بيكي. وسمعت كتير جدا حد بيقول الكلام ده من الأزواج، أنا زي ما كرمني بيكي كده ربنا يكرمنا بواحدة زيك طيبة وكويسة ويبقى بدل الخير خيرين. أيا كان، ما بتكلمش دلوقتي في الأسباب والمسببات، نطلع بره الدايرة دي. زوجك قرر، ما يجي لي مثلا زوج يقول لي يا دكتوره شوفي لي زوجه تانية، اقول له لا تعالى نصلح، اديني بس مع الاولى شهر نتكلم نشوف ايه الامر، في احتياج، في كذا، في امر. النقطه دي الزوجات بتزعل منها قوي، تقول له هو لازم علشان ياخد زوجه تانية يبقى انا فيا شيء وانا محتاج اتصلح؟ لا مش شرط، بس تعالى نشوف هو احنا في حوار ما بينكم ولا الحوار انقطع، في بس هموم ومشاكل وفعلا هي انتيم روحك وانت السكن وهي اللي يعني النن اللي جوه وهي نفس الكلام انت بالنسبه لها، ولا الدنيا وقفت، ولا احنا مش عارفين نتكلم مع بعض، ولا احنا مش عارفين نحل مع، مفيش حوار في البيت، حوار صحي، كلامنا خناق، راينا هو لا هي فهماني ولا انا فاهمه، فانا امر طبيعي ان انا بدور على راحه في سكه تانيه، او انا في مكان ايا كان، برضو مش عايزه اخش في موضوع الاسباب، ايا كان قرر انه يتزوج. نصيحه يا ابني ليك، لما تيجي تقرر انك تتزوج زوجه تانية، حط مش بقى شرط العدل بس، لا ده شرط المرضاه. ليه؟ عشان انا مبنيش سعاده البيت التاني على خراب البيت الاولاني. طب تعالي يا طرف تالت جه دخل معانا في الدايره اهو، الزوجه الجديده، من فضلك لو جالك زوج ولك انا هتجوز وهعدد وانا متجوز ومش هطلق مراتي وعندي عيالي، ما ترضيش الا لما يعلم، مع ان اعلامها مش شرط لصحه العقد، يعني اعلام اعلمت ام لا عقد صحيح. تمام كده، ولكن حتى ده معظم الفقهاء قال من باب الفضل ومن باب لا تنسوا الفضل بينكم اعلمها. لها حق، بصي لك حق كامل الحق انك تكملي ونبقى تمام مفيش مشاكل ونقسم الام. واعرف ناس كتير ودكاتره في جامعه والله موجودين لسه اهو في 2022، ولما هيشوفوني عارفين ان انا بتكلم عليهم، هم اصحابي يعني. قالت لا وماله، هي تزوج التانية ويتقسم الايام ما بيننا والكلام ده، وانا يعني انا متاح عندي الامر ده والاوبشن ده، ما انا مش شايفه فيه ضرر. وفي واحده تقول لك والله لا استطيع، وانا زواجه التاني ده هيضرني انا كبني ادمه، لا هعرف يبقى عندي حسن تباعل ولا هحبه زي الاول، لا فانا هتضر، او ضرر نفسي وضرر عليا مرض وحفظ النفس من الضرات الخمس، فانا الامر ده بالنسبه لي. لكن محدش يقدر يكلم لنا ولا 100 عشرميت استشاري يجي يفرض عليكي امر، لا طالما نفسيتك. لكن قبل ما تاخدي قرار انك انت تنفصلي او تسيبي البيت او مش انا اللي هسيب، هو اللي هده، هو اللي اختار، هو اللي عمل، ما بتكلمش في اسبابه دلوقتي، انا بتكلم
نعمل ايه؟ اصلا ما بحبش التنظير يا جماعه، واو وكذا ماليش، نعمل ايه؟ قبل ما تاخدي قرار راجعي نفسك، القرار ده ضرر وضرر متعدي عليا وعلى اولادي. طب اب حنون بيحب اولاده، راجل ما بيحش عنا حاجه، لما ادي لنفسك فرصه جربي يمكن الدنيا تمشي، ويمكن تحس ان طبعا يعني هو احساس الصدمه في البدايه. تعالى ما اقول لكم يا دي الرجال ايه اللي بيحصل في نفسيه الست، فقد احساس الامان هو اعيا معيار في منظومه الزواج. ايه عند المراه؟ الامان. انا وانت معايا حاسه بامان الدنيا كلها، طول ما انت جنبي انا الدنيا كلها خلاص حيزت لها الدنيا. حس احساس الامان. في واحده من كتر عدم احساسها بالامان لما يجي زوجها ما تقدرش تاكل لما يجي، قول لها طب قولي حته كده، ما تعرفش تنام لما يجي، وتفضل املى بترابيس الدنيا، هي مش حاسه بالامان الا في وجوده. النقطه اللي زي دي تفقدها احساس امان. رقم 2 مردود النفسي عليها، ان هي انا مش هعرف اديله حقه كزوج، فلا ده جزء ما نقدرش نقول. بس بالله عليك قبل ما تاخدي قرار انك تمشي وهتطلق وهسيب البيت وهسيب وكل الحاجات دي، انا عارفه طبعا انها بتبقى طعنه ليكي في قلبي، القرار ده ضرر متعدي على اولادي، ها على بيتي، ده جزء. وانت يا ابن الحلال عايز تتزوج تزوج، ما بقولكش ما تتزوجش، ولكن لا تبني سعادة البيت التاني على حساب خراب البيت الأولاني. عندك مشكلة في الزواج الأولاني، تعال نحلها الأول وبعدين دور، لأن في ناس كتيرة بتهرب من حل مشاكل مع الزواج الأولاني عشان يروحوا يتجوزوا تاني. النقطة التانية، لو تزوج زوجك خلاص ما قولوش طلاق. بصوا نص الحديث كده، إن المسلمة لا تحل لها إنها تسعى في طلاق أختها. ليه؟ ها؟ لتستفرخ ريحة. ما ينفعش طالما تزوج، خد وقتك وخد حاجة ليك، حل تمام الحرية انك تكملي، وليك تمام الحرية لا انا نفسيتي ما اقدرش ومش هقدر اكمل اكتر من كده. ما ناخدش التعدد بالصور الممارسات الخاطئة لبعض الرجال ونقول ان الامر كله على مطلقه وحش، او ناخد حاجة خاصة بتجربة معينة او شوفنا ونقول لا ده هو ابدا. العدل والفضل والإحسان هم الأساس. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، وألقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله.